السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. نادي معاكم أخصائي التغذية، واليوم إن شاء الله راح أعطيكم بعض الخطوات استعدادا لرمضان. يعني إحنا يفضل دائما إنه الإنسان يكون مستعد نفسيا معنويا روحانيا، حتى إنه هو يقدر إنه يستقبل رمضان وأي شيء في العالم. يعني إحنا يعني الاستقبال هو إنه كيف تحضير النفسية والروحانية، بحيث إنه لما يجي الوقت فعلا رمضان نكون إحنا يعني خلص على استعداد، من غير تعب من غير شقاء من غير، لأنه الصيام هذا بيعمل ستريس على الجسم يعني بيخلي الواحد يعني ممكن إنه يتعب. فإحنا حتى نوفر أو إنه نتفادى الأيام الأولى من التعب، ممكن إنه إحنا نبتديها من هلأ. يعني كتير أنا مهتمة إنه حتى أحطكم في الصورة اللي تعرفوا فيها كيف ممكن إنه إحنا نستعد في بعض الخطوات كتير حتصير إنه هينة عليكم بعد لما إنه تبتدي في رمضان. يعني كيف استعداد نفسيا، يعني زي مثلا انتم لما بيجوا الاولاد قربت المدارس بيكونوا في عطله، ما بتهيئوهم من قبل اسبوعين ثلاثه يلا احنا بتذكروهم في المدرسه وبتشجعوهم انه يشتروا مثلا لبس هو المدرسه وغيره. ونفس الشيء لو واحد يروح على شغل جديد ما بيجي هيك في يوم وليله، بيكون خلص انه مستعد بيهيئ نفسيته قبل بشهر، بيقرا عن الشركه بيشوف ايش بده يعمل. هي هذه يعني انه دراسة جديدة ايا كان اشي لازم يكون في استعداد، حتى انه احنا لما نيجي اليوم انه مثلا في رمضان ما نكون انه احنا مرهقين. لذلك في بعض الخطوات كتير مهمة تبتدوا فيها من هلا. يعني بس حابة قبل ما ابتدي الحلقة اذكركم ما تنسوا تعملوا لي لايك اند سبسكرايب ان شاء الله، وتفعلوا الجرس حتى توصلكم الحلقات اول باول، شير ات وذ يور فريندز، وان شاء الله ربي ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة. اول اشي يعني احنا اكيد يعني ملتزم بالصلاه والحمد لله، بس انه احنا نزيد من بالروحانيه من ناحيه انه نبتدي نقرا قران من هلا. يعني في ناس بتقرا طول السنه وعند رمضان، في ناس يعني للاسف الشديد عند رمضان بس بتقرا قران، فعشان يكون العبء يعني انه اخف. لانه لما يجي رمضان بين الصيام وبين لازم نقرا قران والدعاء والصدقات والى اخره، الواحد بحس انه مضغوط، وهو اساسا يعني الصيام نفسه ممكن يعمل انه ستريس على الجسم، وبده كمان يتاقلم الجسم. فاحنا نأقلمه روحانيا نبتدي بقراءه القران، يعني على الاقل اذا ابتديت بالسور اللي انتم بتحبوها سوره الملك ياسين، او اذا بتبتدوا من القران من البدايه تقروا صفحات، حتى انه انتم تعودوا نفسكم لما يجي رمضان تكونوا انتم متعودين على هاي العاده، والدعاء والذكر والصدقات وتبتدوها من هلا. يعني ربي سبحانه وتعالى اكيد عمل شهر شعبان هذا حتى يهيئنا، يعني هي البدن والنفس، فعشان احنا نهونها على نفسنا. هذه واحدة. اثنين، نبتدي احنا بالصيام المتقطع. الصيام المتقطع هذا يعني مش طبعا زي الصيام الجاف في رمضان، لكن حيفيد. احنا جسمنا متعود كل يوم ناكل، وناس بتاكل مرتين وثلاثة والسناكس، فلما يجي رمضان اكيد رح تتعب، واكيد كمان انه بصير عندهم العصبية، وبصير والعصبية هذه من اكل النشويات والسكريات. فلازم احنا نبتدي بالصيام المتقطع بجد، يعني احنا نحاول انه نخلي كل يوم نطول ساعة، حتى انه لما نيجي نفسيا احنا مستعدين لرمضان، معنويا حتى الجهاز الهضمي بيبقى كمان انه صار مستعد للصيام. يعني حتى انه ما تيجي مرة واحدة انه نصوم فترة طويلة. الصيام المتقطع كتير رح يفيد، يعني كتير رح يخلينا احنا نمرق في رمضان. يعني بدل ما احنا اول اسبوع رمضان الناس تكون تعبانة، طب احنا من هلا، ورغم انه الصيام متقطع لسه في انه لسه في اكل وفي شرب، بس احنا نطوله. وانا كثير حكيت عن الصيام المتقطع وفوائده، فلما احنا نبتدي في هذا الصيام سبحان الله هيجي رمضان هيبقى هين علينا انه احنا نقدر انه نصوم. بالاضافه كمان الى انه نبتعد عن كل السكريات على قد ما نقدر، ونبتعد عن النشويات، لانه يعني هذا لكل الاعمار. يعني حتى ان شاء الله كمان بعد رمضان انه احنا نلاقيها سهله ونوقف، لانه اساسا الصداع والعصبيه والواحد لانه بيبقى جسمه محتاج. يعني احنا الناس اللي متعودين ياكلوا السكريات والسناكس بصير انه دائما متوتره مش من الصيام. يعني ما نحط احنا اخطائنا على الصيام، الصيام هذا المفروض يمر علينا هين وجميل وكله روحانيه، هو الشهر الوحيد اللي احنا يعني الله بيعطينا فرصه نتقرب له على قد ما نقدر. واكثر شيء يعني ربي ما عمل الصيام هذا حتى يعذبنا ولا عقاب، بالعكس احنا دائما لما ناكل كل الجهاز الهضمي بيبقى مشغول، لما ان كل الدم بيروح في الجهاز الهضمي، فهذا بيخلي الواحد دائما انه الدم موجود في الجهاز الهضمي. سبحان الله،
لما الواحد انه بيكون انه الجهاز الهضمي ما في، يعني انه الشغل ما في اكل، فبالتالي كل الدم بيروح للدماغ، عشان هيك بيزيد التركيز وبيزيد كمان الذاكره وبيخلي الواحد انه يعني متنبه اكثر. فاحنا نعود نفسنا انه نقلل من هالسكريات والنشويات اللي بتعمل التنفيخ والكسل والخمول، يعني هذه كل المشاعر والاحاسيس اللي احنا بنحس فيها والاعراض اللي بنحس فيها هاي نتيجه السكريات والنشويات. طب خلينا نحس فيها هلا على الاقل عشان رمضان يبقى هين، وما نكون انه احنا عندنا يعني نقلل من الادمان من هاي السكريات، وكمان بالاضافه الى انه نقلل من القهوه او نخليها اللي متعود يشرب 2 3 باليوم نخليها اول كم يوم مرتين بعدين مره، حتى انه جسمه يتعود، لانه هذه المنبهات ان كان الشاي ولا ان كان القهوه بتخلي الواحد دائما انه هو متعود عليها انه بده يتنشط، او نفسيا بيبقى فاكر انه انا بشرب قهوتي وبصحصح. هاي كمان انه احنا شويه شويه نخففها، يعني نشرب الاعشاب اللي بتهدي، النعناع، البابونج، المراميه، كلها انا عملت كثير حلقات عن الاعشاب، هاي بتخلي كمان حتى تقلل من التوتر، بتخلي الواحد انه هو يخفف من القهوه لانه كثير ضروري. وما نقول انه احنا العصبيه هذه من صيام، يعني نظلم هذا الصيام الشهر هذا الفضيل علشان احنا عادات وتقاليد وجسمنا احنا متعود عليها. كمان في طريقه انه احنا نحضر، يعني من التحضيرات النفسيه هاي نعمل جدول ايش بدنا نطبخ في رمضان. خلينا نكون انه احنا يعني بلاش انه هذا مش شهر الاكل، شهر صيام، يعني صحيح نكون بعدها جوعانين بس نركز على الشربات الصحيه، نركز على السلطات، نركز على الاكلات الخفيفه، فاحنا نحضر لها نفسيا وننسى الاكلات الحلويات هذه. يعني انا للاسف شديد فعلا عند الناس رمضان الاكل، القطايف، الكنافات، رمضان يعني هاي الاكلات بتخلي الواحد خمول. وكيف طب احنا كيف بدنا نقدر انه فعلا نعبد رب العالمين واحنا عندنا هالتخمه هذه ناكل لما ننفجر؟ يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان انه ياكل ثلث المعده يخليها للاكل والثلث للشرب والثلث للتنفس، لانه فعلا احنا لما ناكل كثير لا بنقدر نصلي، فاحنا وين الخشوع بده يجي واحنا حاسين حالنا طفصانين ومش قادرين، او انه بدنا ننام، او انه مو هيك لازم يكون رمضان. يعني احنا لازم نعدل، هي عادات وتقاليد الناس ماشية عليها لازم انه هي توقف. وكمان ممكن انه احنا نبتدي نعلم نفسنا انه الرياضة، الناس اللي ما بتعمل رياضة بلاش تمشي، تمشي لانه حتى المشي في رمضان كمان بيساعد، صدقوني يعني التهابات في الجسم راح تخف، وحيصير يعني انتو نفسيا وجسم يعني معنويا وروحانيا يعني واصلين انه حتى بتتمنوا انه ما يخلص شهر رمضان. يعني انا فعلا يعني بحس اخر الايام يعني بحس انه يعني بدي ارجع لورا قد ما انه فعلا عم بستمتع برمضان، عن لما زمان كنت اكل الاكل الغير صحي، عن يعني استغفر الله العظيم واحد بحس انه كانه ما صدق خلص والعياذ بالله. بس لما فرق في الاكل وطريقه الاكل وتحضيرات الاكل فرقت معي، حسيت بروحانيه رمضان، حسيت انه انا ببقى مبسوطه في شيء هيك سبحان الله. فبس حبيت ان انا اعطيكم يعني بعض النقاط، وان شاء الله الحلقه الجاي هقول لكم انا انه ايش يعني كيف انه تعملوا في رمضان، يعني ترتبوا اكلكم وبعض النقاط الثانيه. بس هذه استعداد من الان حتى لاولادكم، حتى لكم، حتى انتوا الناس اللي متعوده واللي بتدخن واللي مثلا متعوده على القهوه كثير وبتعصب، عصبوا هلا بلاش في رمضان، لانه يعني احنا هذا الشهر اللي بمر في السنه، يعني اللهم بلغنا شهر رمضان، يعني هذا كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى انه احنا نقدر نصوم ونتقرب من رب العالمين. وحضروا الادعيه اللي بدكم تدعوها، وما تنسونا وما تنسوا اهل فلسطين في دعائكم، واللي عنده اي سؤال يترك لي اياه. وان شاء الله اراكم فيديو ثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.